يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ثناء فضيلتكم على جماعة يقول هل ثناء فضيلتكم على جماعة أنصار السنة في مصر والسودان هو ثناء على أشخاص معينين أم على ما تقوم به الجماعة بصفة عامة؟ أنا ما ذكرت أشخاص معينين، أنا أقول أهل، أنا أقول أنصار السنة، أنصار السنة، وأنصار السنة في أي مكان، في مصر وفي غيرها، من نصر السنة فنحن نثني عليه، وهؤلاء قاموا بدعوة إلى التوحيد وقاموا بإنكار الشرك في بلاد فيها الشرك وفيها، فجزاهم الله خيرا ولهم جهود. نعم، ولا نعني أشخاصا، نعني الجماعة. نعم.